بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الشهادات. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب شهادة المختبي، قال باب شهادة المختبي أو المختبي. وأجازه عمرو بن حريث رضي الله عنه قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشعبي بن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة. وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. ثم ذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما يصف لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وأبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه، قلنا انطلق لكي يختبئ لابن صياد ويستمع هذه الهمهمة أو الزمزمة التي يتكلم بها. قلنا كان الأمر الشك في ابن صياد، هل هو المسيح الدجال أم لا، هل هو المسيح الدجال أم لا، لأن طبعا معلوم أن المسيح الدجال يخرج في نهاية الزمان، في نهاية الزمان، لكن يا ترى هو أم لا، ولكنه ليس يعني خروجه الآن، هو ابن صياد، فالشك فيه أنه هو المسيح الدجال، وبالتالي هيخرج في نهاية الزمان هو المسيح الدجال. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع إلى همهمته، فعلى ذلك كان يتقي بجذوع النخل حتى يستمع هذه الهمهمة بابن صياد دون أن يدري، دون أن يرى. ولكن أم ابن صياد قالت أيصاف هذا محمد، فتناهى ابن صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. ثم كانت الرواية الثانية رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال يا أبا بكر ألا تسمع لهذه ما تجر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكانت القصة كما تقول عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رفاعة قد طلق البتة، طلق طلق بائن، فلا يحل لها أن ترجع إليه إلا بعدما تتزوج من آخر وأن يذوق العسيلة ودون أن يكون هناك مواطأة لا بينه وبين ذلك الزوج ولا بينه وبين ذلك الزوج، ولكن هو أحد من تقدم لزوجها دون أن يقصد أن يحلل هذه المرأة لزوجها. فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، قالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي. يبقى لما بتطلق الطلقة الثالثة بتبين المرأة من زوجها بينونة كبرى، وبالتالي لا يجوز أن تعود إليه أو ترجع إليه إلا بعدما بتتزوج بزوج آخر دون أن يكون هناك مواطأة يعني بينه وبين ذلك الزوج أنه يتزوجها حتى لو ذاق العسيلة على أساس أنه يطلقها بعد ذلك ثم تعود لزوجها. فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني بتكني أنه ليس له في معاشرة النساء، وأخذت بهدبة كده وقالت كهدبة الثوب زي اللي هي الأطراف بتاعة الثوب دي الخيوط اللي تنزل، يبقى قالت إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني بتكني أنه ليس له في النساء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. لا بد أن يكون
وطء حقيقي يحدث في ذلك النكاح. يعني لو امرأته لقت طلقة ثالثة من زوجها يبقى على ذلك دي بينونة كبرى لا ترجع إلى ذلك الزوج إلا لما تتزوج بزوج آخر دون مواطاة دون اتفاق. فإن عقد عليها ثم طلق المرأة قبل أن يبني بها يبقى لا يجوز أن تعود إلى زوجها الأول حتى تذوق العسيلة وذوق عسيلتها، يعني حتى يحدث ذلك الوطء الحقيقي لابد أن توطأ وطئا حقيقيا. يبقى ثم لو طلقها بان له أن يطلقها مع ذلك، لكن ما يكونش بغرض ولا بنية أن تعود إلى زوجها. فهي جاءت وكانت بذلك الأمر، قالت إنما معه مثل ودوة الثوب، فقال تريدين أن ترجع إلى الرفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلتها ويذوق عسيلتك. وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذى له، فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجر به عند النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كده أن خالد بن سعيد أنكر على امرأة رفاعة القرظي ما قالت، بمجرد أنه لما سمع ما قالت هو لم يراها، ده هو كان بالباب ينتظر أن يؤذى له، فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجر به عند النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك بيتكلم بما سمعه من مقولة هذه المرأة رغم أنه لم يراها. يبقى دي شهادة المختبئ، يبقى على أساس هو اختفى لكي يتحمل ثم يؤدي هذه الشهادة عن طريق السماع، فهنا شاهد وسمع ما تتكلم به وكان ويزل صوتها، فلذلك أنكر ما قالت هذه المرأة بمجرد سماعه هو لم يراها. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، فقال آخرون ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد. قال الحميدي رحمه الله هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وقال الفضل لم يصلي، فأخذ الناس بشهادة بلال. كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان 1000 درهم وشهد آخران ب1500 يقضى بالزيادة. ثم ذكر رواية عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابن لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لا عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم، فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها ونكحت زوجا غيره. قال إذا شاهد شاهد أو شهود بشيء، فقال آخرون ما علمنا ذلك، يبقى نفوا هذا الكلام. دائما في قاعدة عند العلماء أن المثبت مقدم على المنفي، يبقى الثابت مقدم على النفي، يبقى ده أمر ثابت، يبقى معاه زيادة علم. فلان يقول أنه رأى كذا، فلان يقول لم أرى، يبقى مش معنى كده يحكم أن فلان لم يرى وبالتالي يحكم مسألة من خلال قول هذا الإنسان، ولكن من خلال من أثبت. فالمثبت دائما مقدم على المنفي. قال الحميدي هذا كما أخبر بلال، ذكر كده هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، بلال رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دخل الكعبة وصلى في داخل الكعبة، وقال الفضل بن عباس رضي الله عنه ولم يصلي، فأخذ الناس بشهادة بلال، يبقى معاه شهادة علم، هو رأى من لم يرى. فلذلك يعني عائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه. يجي حذيفة رضي الله عنه، بيجي المغيرة بن شعبة، فبالتالي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صلاة القوم فبال قائما. عائشة رضي الله عنها نفت حسب ما ترى، يبقى ما رأته في البيت يبول إلا قاعدا، فقالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ده بناء على رؤياها، بناء على علم عائشة رضي الله عنها، وبالتالي كأنها تقول ما علمت أنه بال قائما، ولكن في زيادة علم مع الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يصطحبون النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صلاة القوم فبال من قيام، يبقى ده معاه ذات علم،
يبقى ده المثبت مقدم على المنفي. اللي نفى نفى بناء على ما يعلم، نفى بناء على ما يعلم، هو ما علم ذلك الأمر. ولذلك قال إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون ما علمنا ذلك، ترى يحكم بقول مين؟ اللي نفى ولا أثبت؟ قال يحكم بقول من شهد، ليه؟ لأن ده معاه زيادة علم. فلذلك كما قال الحميدي رحمه الله هذا كما أخبر بلال أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وقال الفضل لم يصلي، فأخذ الناس بشهادة بلال. يبقى ليه؟ لأنه معاه زيادة علم، رأى ما لا يرى، ما لم يراه الفضل، فبالتالي يبقى المثبت مقدم على المنفي. كذلك إن شهد شاهدا أن الفلان على فلان ألف درهم، شهد آخران بألف وخمسمائة يقضى بالزيادة، يبقى عزيزة علم. يبقى هو أثبت ذلك الدين أن لفلان على فلان ألف درهم، يبقى في قرض أو دين بصورة ما، فقال أن لفلان على فلان مبلغ معين، قال آخران كده أنه له مبلغ أزيد من ذلك، يبقى الدين ثابت أساسا، لكن دول معاهم زيادة علم، فبما يحكم؟ يحكم بهذه الزيادة، لأن ده شاهد ما لم يشهده الآخر، لعله هو اقترض ألف درهم وبعد كده اقترض خمسمائة درهم فقال شاهد آخران بألف وخمسمائة درهم يقضى بالزيادة. يبقى إذا شاهد بفلان بكذا والآخر قال ما علمت ذلك الأمر، يا ترى يبقى الحكم فين؟ لمن أثبت؟ يبقى هيحكم بشهادة من كان معه زيادة علم، أن شهد ورأى أو كان حاضرا لمشهد لم يحضره الآخر. ثم ذكر رواية عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج، قالت أن هي زوجة عقبة بن الحارث، هي هذه المرأة أرضعت عقبة وأرضعت أيضا هذه الزوجة، فقال لا عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم، فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا، ما شفناش يعني لا تذكرون ذلك الأمر، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. يبقى ده كلام ثابت، شهادة هذه المرضعة أنها أرضعت عقبة ولن تزوج، أصبحت زوجته دي أخت من الرضاعة، يبقى يفرق بينهما، يفرق بينهما. فهذه مع شهدت هذه المرأة، ودي امرأة التي أرضعت عقبة وأرضعت أيضا من تزوج. قال كيف وقد قيل، ففارقها ونكح زوجا غيره. يبقى بناء على الشهادة هي كان الفراق بين عقبة وبين زوجي، يبقى بيتم كده، قالوا ان فلانة دي يبقى اختك من الرضاع، يبقى ماذا يصنع؟ يبقى العقد يفسخ في الحالة دهية، هيفسخ العقد، يعني لا يجوز للإنسان ان يعقد على اخته، وهو طبعا يعني هيبقى معذور بعدم علمي، معذور بعدم علمي. وطبعا ايضا هنجد طب لو كان في اولاد ينسبوا الى الاب، يعني ما يترتب على ذلك النكاح، يبقى ايضا ايه بيبقى صحيح، لكن يتم الفراق بين هذا الزوج وتلك المرأة لأنها أخته من الرضاع. الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع عقبة بن عامر بن الحارث رضي الله عنه هذه المسألة للنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، خلاص ثبت الكلام ده، ففارقها ونكحت زوجا غيره، يبقى خلاص يتم فسخ العقد وتزوجت بغيره بعد انقضاء عدتها. يبقى الشاهد من كده شهدت هذه المرأة بهذا الأمر، وهم قالوا نفوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا، نعرفش أن هي أرضعت زوجة عقبة بن الحارث، يبقى لا يقولون ذلك، ولكن يعني هذه امرأة يعني بيأخذ بشهادتها وهي قامت بإرضاع عقبة بن الحارث وكذلك من تزوج. ثم ذكر الباب التالي باب الشهداء العدول، باب الشهداء العدول، وقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا ذوي عدل منكم، قال ممن ترضون من الشهداء. ثم ذكر رواية عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع
وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمنا وقربنا، وليس إلينا من سريرته شيء. الله يحاسب في سريرته، الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنا. فقال الشهداء العدول، الشهداء العدول، الشاهد لابد أن يكون عدل، والعدالة المقصودة دي العدالة الباطنة، العدالة الباطنة. العدالة الظاهرة يبقى فلان لا نعلم أنه ارتكب معصية أو لم يجاهر بمعصية، يبقى ده على ذلك ده يبقى إنسان مستور الحال. لكن عشان يحكم أن ده عدل لابد أن يختبر في العدالة الباطنة، العدالة الباطنة. وهذه العدالة الباطنة يعدل بها الإنسان، يبقى لها شروط. أولا لابد أن يكون مسلما مكلفا حرا، لازم اللي احنا الشاهد اللي حنعدله ده لازم يكون مسلم ومكلف وحر، أيضا غير مرتكب لكبيرة ولم نراه مصرا على صغيرة من حالي، يبقى ان هو ما شفناهوش ارتكب كبيرة ولا هو مصر على صغيرة. أن يكون أيضا ذا مروءة، عنده مروءة أساسا، وأن يكون عدوا للمشهود عليه في شهادته، وأيضا ألا يكون متهم أنه هو أراد بذلك أن يضر منفعة أو يدفع مضرة، وهو لا أصل ولا فرع لهذا للمشهود له، وأيضا لا توجد منه أي نوع من أنواع الريبة. يبقى على ذلك ده إنسان يبقى أفعاله دلت عليه وقلنا يختبر. ومع ذلك ذكرنا أن القاضي له الحق في اختبار البينة، يعني في مسألة البينة على شهادة الزنا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولكم فاسقون إلا الذين تابوا من بعد وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يبقى البينة دي أساسا جاوب 4 شهداء، الشهود دول لازم يكون عدول، والعدل ده يعدل عن طريق عدول، يبقى دول الناس معروفة بالعدل، عدل الباطني، فيعدل فلان أن هو لا تجرأ على تعديل إنسان لا يستحق ذلك، لأن دي عدالة باطنة. يبقى إنسان يراقب الرب سبحانه وتعالى في أفعاله وتصرفاته، معلوم فلان ده رجل عدل، يبقى بيعدل هؤلاء. هيجي كلام إن شاء الله تعالى كم إحنا بنحتاج من الشهود حتى يعدلون فلان أو فلانة. فده شاهد عدل، فالبينة دي لابد أن يكونوا عدول، مش مجرد شهادة فقط، شاهدوا بمثلا أن فعلا فلان ده رأيناه وقد ركب على تلك المرأة وكذلك أولج ذلك الفرج في فرجها، يبقى يا ترى يقبل شهادتهم؟ لازم يكونوا شهود عدول. وحق للقاضي حتى لو تم تعديل هؤلاء، حق للقاضي أن يختبر عدالة هؤلاء، حقه. قلنا لأن القرار اللي هيؤخذ على شهادة هؤلاء هو قرار هيكون بالقتل أو الجلد، إن كان محصن يبقى هيبقى يرجم حتى الموت، وإن كان يعني أعزب يبقى هيجلد ويغرب عام، يعني كما بيّن ربنا سبحانه وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، يبقى عدل، والعدل ده اللي هو العدل الباطن. ممن ترضون من الشهداء، يبقى نقول على ذلك مش مستور الحال فقط، لكن فعلا نقول إنسان مجرب، يعني معروف مشهور عنه الاستقامة، مشهور عنه أنه لا يرتكب الكبيرة، معروف عنه أنه منزع عن ارتكاب الصغائر، لا غير مصر، فإن وقع في ذلك زل عاد وتاب وأناب يا رب سبحانه وتعالى من قريب. وكذلك حر ومكلف ومسلم، ما فيش علاقة بينه وبين المشهود له بقرابة مثلا حتى لا يتهم، وما فيش عداوة بينه وبين المشهود عليه حتى لا يتهم، وهكذا. فالشهداء العدول، يبقى ده شاهد عدل، يبقى هذا العدل، يبقى احنا نقول لا بد ان يكون مجربا مختبرا، وان عشان نشهد له شهادة غير شهادة الظاهرة، العدالة الظاهرة. يبقى في مسألة النكاح بنحتاج للعدالة الظاهرة، نحتاج للعدالة الظاهرة، لكن العدالة الباطنة يبقى بنحتاج كهذه المسألة، مثلا مسألة البينة، الشهود على مسألة الزنا، لا بد ان يكون عدول،
ويأتي كلام ذي الله سبحانه وتعالى يعني في مسألة الحدود. ذكر هذه الرواية عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الوحي قد انقطع، فعشان يبقى في تزكية زي الصحابة رضي الله عنهم زكاهم ربنا سبحانه وتعالى، فالصحابة كلهم عدول، يبقى الصحابة كلهم عدول ما بنحققش لما أهل الحديث بيحققوا أي حديث منظروش بقى الصحابي ده ترى عدل ولا لا، لا الصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم، يبقى دول عدول. وبالتالي على ذلك لكن بنجد أن أهل الحديث يبدأوا يذكروا هذا الراوي، يبقى الراوي ده ترى عدل وثقة ولا لا، يبقى في معايير يزنون بها ذلك الأمر، يقسمون هذا الأمر. لكن عند الصحابة لا، الصحابة كلهم حتى الجهالة في الصحابة، يقول قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جهالة غير قادحة في الحديث، يبقى غير قادحة، يبقى سواء ذكر أو كان مبهما في كل أحوال الصحابة كلهم عدون. يبقى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مين يا ترى هو ده؟ ما بنسألش عن كده، لكن نقول روى فلان عن رجل، عن مثلا الصحابي، مين الرجل اللي روى عن الصحابي ده؟ يبقى لازم نسأل عشان يا ترى هو عدل وثقة ولا لا. لكن جهالة الصحابي غير قادحة في الحديث، الصحابة عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم. فلذلك عمر الخطاب رضي الله عنه قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، بالعمل بتاعه العمل، يبقى هيأخذوا بالعمل، فمن أظهر لنا خيرا أمنا وقربنا، يبقى صيرنا أمينا وقربناه، وليس إلينا من سيرات الشيء، يعني السير طب ننقب عما بداخله، لا إحنا أعماله كلها تدل، يبقى أعماله تدل، إنسان مصلي وصوام قوام قارئ الكتاب رب سبحانه وتعالى، لا تراه يغتاب، لا تراه يعني يسعى للوقيعة بين الناس، وكذلك لا تسهل في الكلام مع النساء لغير ذلك، يبقى دي كلها أفعال من خلالها نحكم على هذا الإنسان. فهو سريرته يبقى لا ندري السريرة دي توكل يا رب سبحانه وتعالى. لذلك قال عمر الخطاب رضي الله عنه قال إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، اللي أظهر خير يبقى ده هيبقى أمين وأيضا نقربه، وأما سريرته فليس لنا من سريرة شيء، سريرته يبقى تفاوض يا رب سبحانه وتعالى. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، يبقى ده إنسان مش يبقى غير أمين، يبقى لما أظهر هذا السوء، وإن قال إن سيرته حسنة، يبقى إحنا نحكم على إيه؟ أفعالي. نوايا يقول أن نيتي كانت صادقة، قلنا النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد، حكمنا عليه بيبقى من أعمالي، أما السريرة فليس لنا إليها سبيل. يعني سريرة هذا الإنسان هل قصد بذلك لما تصدق قصد الرياء والسمعة ولا ماذا قصد؟ إحنا لا ننقب، وأنا غير مسؤول وغير مكلف أن أنقب عن سريرته، سريرة هذا الإنسان حتفاوض الرب سبحانه وتعالى. إنسان فعل فعله وقال والله ما قصدت إلا كذا، يبقى هو دي نية حسنة، حتى لو قال عن نيتنا حسنة لكن إحنا بنحكم بعملي، هذا عمل سيء عمل سوء، فيحكم عليه من خلال ذلك العمل. يبقى الحكم يبقى من خلال الأعمال، ما أظهر لنا من أعمال، يبقى كانت أعمال خيرة هنحكم له، نحكم لهذا الإنسان بالصلاح، لو كان أعمال سيئة أو فاسدة هيحكم على هذا الإنسان بالسوء. يبقى ده المقصد، ولذلك قال الشهداء العدول، يبقى تعديلنا ليه؟ يبقى تعديل الباطن هنعرفه إزاي؟ ما احنا مش هننقب عن باطنه، ولكن ما كان في داخله يظهر عن طريق الأعمال والأقوال. يبقى ما أضمره الإنسان في باطنه بيظهر على صفحات الوجوه وعلى فلتات اللسان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يبقى الكلام اللي هو السيء الذي تكلموا به يعني هو ينم على إيه؟ سريرة مش كويسة. يا أيها الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، ده أساسا ده عمل قلبي، لكن ظهر إزاي؟ يظهر على صفحات الوجوه وعلى فلتات اللسان كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي الشاهد عدل، أي يقصد به العدالة
البطانة، غير بعض الأمور يؤخذ بها بالعدالة الظاهرة، لكن كمسألة البينة في الزنا يبقى لابد أن الشهود دول شهود عدول ويجربوا، وبالتالي هناك من يعدل هؤلاء ويقصد بها العدالة الباطنة. قلنا برضك ده لا يمنع حق القاضي في اختبار البينة، في اختبار البينة. ثم ذكر الباب التالي باب تعديل كم يجوز، يعني كم نفر عشان يعدله، نقوله فلان ده يعني عنده عدالة باطنة، بنحتاج إلى كم شاهد يشهد له بالعدالة. قال تعديل كم يجوز، يبقى هل يا ترى في عدد معين بيعتبر في مسألة التعديل؟ قال في رواية عن أنس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال وجبت، فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض. قال وجبت بناء على شهادة القوم، قال المؤمنون شهداء الله في الأرض. أيضا رواية الثانية رواية عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض هم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني خيرا فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني شرا فقال وجبت، فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، قلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة، قلت واثنان؟ قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد، ثم لم نسأله عن الواحد. يبقى ده الحد اللي وقفوا إليه، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. أربعة طبعا من أهل التوحيد، يعني مش أربعة كده، ما هو المغني بيموت أو الممثل بيموت نجد يعني أعداد غفيرة جدا بتبكي ذلك الرجل وهذه المرأة، وكذلك أيضا يعني يثنون عليه، لا شهادتهم غير معتبرة، دي شهادة اللي شهادة الإنسان المسلم العدل هي المعتبرة، أهل التوحيد يعني أهل التوحيد. يبقى لذلك أيها المسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، يبقى يكون من أهل الصلاح أساسا يشهدون لهذا الإنسان، طبعا شهادة يعني ما فيهاش مجاملة، لكن يشهدون شهادة بناء على رؤية هؤلاء لهذا الإنسان من خلال ما يتم من أعمال وأقوال. قلنا وثلاثة قال وثلاثة، قلنا واثنان قال واثنان، ثم نسأل عن واحد. يبقى ده الحد هو، يبقى لو كان اثنان عدول أيضا يعني من أهل التوحيد شهدوا لفلان، والشهادة هي نقول بناء على ما أظهر من أعمال، مش شهادة كده لمجرد القرابة أو شهادة كده يعني ثناء، لأنه لا يقولون لا يقدحون في أحد، لا شهادة لله سبحانه وتعالى، شهادة يسأل عنها، شهادة يسأل عنها. يبقى دول كل من أهل التوحيد وعدول يشهدون لفلان. فلذلك ذكر الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، لو كانوا كامل لأثنى عليها خيرا يبقى ما ذكرش العدد، لكن رواية الثانية ذكر العدد فأثنوا عليها خيرا، كان كام؟ كان كامل هو جالس وأثنوا على تلك الجنازة، يبقى العدد مبهم لم يذكر ذلك العدد. فلكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت ومر بأخرى فأثنوا عليا شرا أو قال غير ذلك فقال وجبت، فقيل رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال شهادة القوم، يبقى بناء على شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض، يبقى رجل مؤمن رجل من أهل الصلاح شهد على هذه الجنازة بالخير وجبت، شهدوا عليها بالشر فكذلك وجبت. إنسان ظالم فاجر يبقى كان بيجاهر بالمعصية، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازة قال مستراح ومستراح منه، قيل وما المستراح ومستراح منه؟ قال أما المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها. أما المستراح منه يبقى ده إنسان ظالم فاجر مجاهر بالمعصية، فقد استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب،
الكون استراح من هذا الإنسان من معاصيه كان يجر بالمعصية، يبقى استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أثنى عليه شرا، معروف بالشر والسوء ويعني اللعن والسب، وكذلك إن كان غشاش إن كان كذا وكذا، فمعلوم حاله. هم حكموا بالظاهر، الحكم دائما بيكون على الظاهر، أما السريرة فليس لنا إليها سبيل، ليس لنا إليها سبيل. فلذلك قال شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض. ثم ذكر الرواية الثانية ذكر فيها العدد، الرواية الأولى كده فأثنوا، عددهم كم اللي أثنوا؟ يبقى لا ندري، مبهم، فنظن يعني كم غفير من الناس. ثم بيانت الرواية الثانية كما قال عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، قال فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني خيرا، فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال وجبت، ثم مر بالثالثة فأثنى شرا فقال فأثني شرا فقال وجبت، فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. يبقى هنا المؤمنين شهداء الله في الأرض، يبقى أيما مسلم مش مجرد هو انتسب للإسلام ولكن قام بشريعة ربي سبحانه وتعالى. فقال أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، يبقى ده مسلم قام بما أوجب الله عز وجل عليه، يبقى شهد له الخير أنه كان أعماله موافقة لكتاب ربي سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان مسلما ولكن كان على سوء فأثني عليه شرا، هو مسلم بينتسب للدين لكن لم يقم بما افترض الله عز وجل عليه ولم يمتنع عما نهى الله عز وجل عنه. قلنا وثلاثة، مش أربعة بس، لو ثلاثة قال وثلاثة، قلت واثنان قال واثنان، ثم لما سألوا عن الواحد لو سألوه فهي لم يتم السؤال، يبقى نقف عند الحد ده، يبقى رجلان عدول شاهد لهذا الإنسان بالخير. طب شهادتهم جت منين؟ من خلال قراءة أعمال هذا الإنسان، يخالطون هذا الإنسان يخالطونه، يبقى أخلاقياته سلوكياته كلها موافقة لما في كتاب ربي سبحانه أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهد في ذلك ويبتعد عن المعاصي، يبقى نقول على ذلك يبقى أعماله تشهد لهم، يبقى شهادة هؤلاء شاهدوا بناء على عمل هذا الإنسان، يبقى رجلان يبقى عدول وبالتالي شهد لهذا الإنسان بالخير وبالتالي قال وجبت. يبقى قال باب تعديل كم يجوز، فيبقى هل يطلع عدد معين؟ أبهم ذلك الكلام، ولكن يبقى عدد شهدوا بذلك، وذكر أنه يعني لو حتى لو كان كما قال أيما مسلم شهد له أربعة بخير وثلاثة واثنان، وقف عند هذا الحد. ثم ذكر باب التالي باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيد والموت القديم، قال باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيد والموت القديم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، والتثبت فيه والتثبت في ذلك الكلام. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك، فقلت وكيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، فقالت فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح ائذني له. فأيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. ثم ذكر رواية عن عمرو بنت عبد الرحمن رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقالت عائشة فقلت رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من رضاعة، فقالت عائشة رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة الرضاعة، فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها الرضاعة دخل علي، ف
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. ثم ذكر آخر هذه الروايات عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعند رجل قال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من رضاعة. قال عائشة انظرنا من أخوانكم؟ من أخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة. قلت هذا أخي من رضاعة. قال عائشة انظرنا من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيد والموت القديم. ونرجو عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تبي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.